السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم، جعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 26 من شهر ربيع الأول لسنة 44 و400 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 22 من الشهر العاشر لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة الأعراف الجزء التاسع الآية 38 بعد 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى مخبرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته ما وقع لموسى صلوات ربي وسلامه عليه مع بني إسرائيل، فقال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، أي تخطى البحر لما لحق به فرعون وأراد قتله وقتل من معه، أمره الله تبارك وتعالى أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فنجا موسى ومن معه وأغرق الله تبارك وتعالى فرعون ومن معه. بعد أن أوقع الله تبارك وتعالى هذه الحادثة العظيمة وهذا الفضل الكبير منه تبارك وتعالى لموسى ومن معه، يقول الله تبارك وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. البحر قيل هو البحر الأحمر وقيل هو النيل، وبغض النظر هو الأمر ليس مهما، المهم الحادثة وليس مهما المكان، ولذلك لم يهتم النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هذا المكان للصحابة، ولم يهتم الصحابة كثيرا بمعرفة هذا المكان، العبرة بالقصة في ذاتها. فقال سبحانه وتعالى وجاوزنا بني إسرائيل البحر، أي بحر كان، المهم أنه كان هناك بحر، وأن هذا البحر أغرق الله فيه فرعون ونجى منه موسى صلوات ربي وسلامه عليه.
قال فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. يعكفون فيها قراءتان، يعكفون ويعكفون بكسر الكاف وضمها، يعكفون على أصنام لهم، والعكوف على الشيء ملازمته، ومنه العكوف في المسجد أو الاعتكاف في المسجد. فهؤلاء كانوا ملازمين للأصنام، أي يعبدونها، يطلبونها، يستجيرون بها من دون الله تبارك وتعالى، يعكفون على أصنام لهم. من هؤلاء القوم؟ قيل قوم من العرب، وقيل من الكنعانيين، بغض النظر، المهم أنهم مروا على قوم مشركين، أنهم مروا على قوم مشركين بعد إذ نجاهم الله تبارك من فرعون. كان في طريقهم لما جاوزوا هذا البحر قوم مشركون يعبدون أصناما. فقال بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا يدلك على تلون هؤلاء وجهلهم وضلالهم، وكيف أن موسى صلوات ربي وسلامه عليه يعني قد تحمل من أذاهم الشيء الكثير. يعني حاول أنت أن تتصور الوضع، حاول لو كنت أنت مكان موسى صلوات ربي وسلامه عليه، وفرعون يريد قتلهم وقد هربوا وخافوا وقالوا إنا لمدركون، وفجأة الله تبارك وتعالى أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه فانفلقه، فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم عبر بنو إسرائيل أرضا يابسة، فلما جاوزوا البحر وفرعون خلفهم ضرب موسى البحر فأطبق البحر مرة ثانية على فرعون أمام أعينهم، شيء يرون أمام أعينهم، آية عظيمة جدا التي وقعت. لا نقول أن هذه الحالة صارت بعدها بمئة سنة، بعد 50 سنة، أجيال، لا لا، هم أنفسهم وجاوزنا بني إسرائيل البحر مباشرة. تصور لو كنت أنت مكان موسى ماذا تفعل؟ الآن نجاهم الله من فرعون بإيمانهم، ثم يقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يمكن لو أنت مكان موسى تقول خلنا نرد البحر مرة ثانية، طق البحر وسكر عليهم مرة ثانية، مو كفو ذولي فعلا، يعني أناس متلونون، يعني مزعجون. وبهذا تعرف كيف اختار الله الأنبياء صلوات ربي وسلامه، يصبرون على أذى هؤلاء القوم. وأنت تتكلم عن من؟ أنت تتكلم عن بني إسرائيل كما سيأتينا الآن، وهو فضلكم على العالمين. يعني هؤلاء أحسن ناس، تصور غيرهم كيف كانوا؟ قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب، قوم نوح، قوم إبراهيم، تصور كيف كانوا إذا هؤلاء أحسنهم. وهذا حالهم مع موسى بعد إذ نجاهم من فرعون مباشرة. ورحم الله تبارك وتعالى موسى صلوات ربي وسلامه عليه، يقول كان النبي كثيرا ما يتمثل بموسى، إذا أوذي النبي صلى الله عليه وسلم من قومه قال رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر، جعله قدوة له في الصبر على أذى قومه. وفعلا ها هنا كيف يتحمل موسى هذا الأمر، لكنه لم يملك نفسه أن قال لهم إنكم قوم تجهلون، اجعل لنا إلها نعبده، نعكف عليه، ندعوه، نتبرك به كما لهؤلاء آله. وقال لهم موسى إنكم قوم تجهلون. كيف؟ اجعل لنا إلها. في واحد يسوي إله؟ الإله هو اللي يسوي الناس، الإله هو الذي يجعلنا، هذا هو اجعل لنا، يعني يبون إلها مخلوقا، اجعل لنا إلها، اصنع لنا إلها. مثل الآن هؤلاء الآن الكفار البوذيون عبدة الأصنام بشتى أنواعهم، الوثنيون بشتى أنواعهم، هم يصنعون الآلهة، هم يجعلونها وهم يعبدونها. هذه هل تستحق أن تكون آلهة؟ آلهة تصنع؟ آلهة توجد؟ الأصل أن الإله هو الذي يوجد، لا أن الإله هو الذي
يوجد، يوجده غيره، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. اصنع لنا إلها، نريد إلها كما لهم آلهة. أعجبتهم آلهة القوم، أعجبتهم طريقتهم، يعبدون غير الله تبارك، فتركوا الحي الذي لا يموت، تركوا من بيده النفع والضر، تركوا الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكان الجواب من موسى عليه الصلاة والسلام، تصور أنت كيف حال موسى الآن، قال إنكم قوم تجهلون. يعني بودي أشوف وجه موسى عليه الصلاة والسلام وهو يقول هذا الكلام، صلوات ربي وسلام، إنكم قوم تجهلون. نعم، قال إن هؤلاء الذين رأيتموهم، إن هؤلاء متبر ما هم فيه. متبر أي هالك، تالف، متكسر، مثل التبر، تشيل المتبور المكسور، ومنه تبر الذهب وهو المكسر المهشم من الذهب اللي طياح الذهب. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي هالك هم ومعبوداتهم. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل مضمحل ذاهب وباطل ما كانوا يعملون، أي لا تتخذهم قدوة. ليس هؤلاء الذين اقتدى بهم حتى تقول اجعل لنا آلهة كما إلها كما لهم آلهة. ثم قال، قال أغير الله أبغيكم إلها؟ أغير الله الكامل في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في أحكامه، كامل في كل شيء سبحانه وتعالى، قال أغير الله أبغيكم إلها؟ هذا سؤال استنكار من موسى صلوات ربي وسلامه عليهم. أغير الله أبغيكم إلها؟ ثم قال وهو فضلكم على العالمين. يعني أهكذا تقابلون إحسان الله عليكم؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ أهكذا تعاملون الله؟ أهكذا تشكر نعمة الله؟ بعد أن فضلكم على العالمين وجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، بعد هذا كله تقولون مثل هذا الكلام؟ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. والتفضيل هنا على عالمين زمانهم، على العالمين في زمانهم، وإلا فأمة محمد خير منهم. ولذا قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فعم الناس كلهم. أما هؤلاء ففي عالم زمانهم، في زمانهم هم، نعم على العالمين في زمانهم أفضل ناس، لكن جاء بعدهم من هو أفضل منهم وأكرم منهم على الله تبارك وتعالى. ولذا قال المقداد رضي الله عنه لما كان في يوم بدر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي، أشيروا علي، فقال المقداد والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة التي أثلجت صدره صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يذكر الله تبارك ويقول وإذ أنجيناكم من آل فرعون. وأنجيناكم فيها قراءتان، وإذ أنجيناكم وإذ أنجاكم. فإذا قال وإذ أنجيناكم المتكلم هو الله، وإذا قيل وإذ أنجاكم متكلم موسى، أي تذكروا واذكروا إذ أنجاكم، أي الله تبارك وتعالى. فأنجيناكم الفاعل المتكلم هو الله تبارك وتعالى، أنجاكم موسى يقول وإذ أنجاكم من آل فرعون. ويتحتمل هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها اليهود الذين في زمنه الذين هم نسل هؤلاء أولادهم، يذكرهم بأفعال أجدادهم أو بما صنع الله بأجدادهم. قال وإذ أنجيناكم من آل فرعون، أي فرعون وقومه، لأن فرعون ما عنده ذرية، ما عنده أولاد،
وإذا امرأة فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا نتخذه ولدا. ما عندهم أولاد، فرعون ما عنده أولاد. فآل فرعون هنا أي قومه، أتباعه، أنصاره، محبوه، إن كان له محبون مؤهل مصالح. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يسومونكم أي يولونكم، يذيقونكم سوء العذاب، يعني العذاب السيء. ثم فصله، يعني ذكر كلاما عاما يسومونكم سوء العذاب، بعدين فصل قال يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يقتلون، وفيها قراءتان، يقتلون ويقتلون، يقتلون أولادكم. ويستحيون نساءكم أي يبقونهن أحياء، يبقونهن أحياء للخدمة، فيقتلون الأولاد ويبقون النساء حتى تخدم في بيوتهم. قال يقتلون أولادكم أبناءكم ويستحيون نساءكم أي الإناث. ثم قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم تحتمل معنيين، تحتمل في ذلكم أي العذاب، يسومونكم سوء العذاب، وفي ذلكم العذاب طيب بلاء عظيم. ويحتمل وفي ذلكم أي الإنجاء، وإذ أنجيناكم وفي ذلك الإنجاء يوم أنجيناكم بلاء. طيب الإنجاء خير ولا شر؟ خير، بينما العذاب شر. طيب ذلكم تعود على الخير أو تعود على الشر؟ قال وذلكم بلاء. الأصل في البلاء أنه في الشر، لكن يطلق البلاء على الخير، غالبا يطلق على الشر، لكن قد يطلق البلاء ويراد به الخير. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذا ممكن يكون الابتلاء بالخير ويمكن يكون الابتلاء بالشر، ليبلوني أشكر أم أكفر. ففي ذلكم تحتمل في ذلكم الإنجاء أو في ذلكم العذاب الذي كان يعذبكم فرعون وقومه. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني هذا البلاء الذي أصابكم عظيم، هذا البلاء الذي أصابكم عظيم، وهو بأمر الله سبحانه وتعالى وإذنه، إذ لا يقع شيء إلا بإذنه تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى وواعدنا موسى 30 ليلة، أيضا فيها قراءتان، وواعدنا ووعدنا، ووعدنا موسى، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. في سورة البقرة مر بنا وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. الآن هنا قال 30 وأتممناها بعشر، في النهاية شم 40، في النهاية صارت 40. فإذا هنا قال فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال أهل العلم هناك أجمل وهنا فصل، هناك ذكر في النهاية هي 40 ليلة، هنا فصل قال 30 كانت ثم زدناها 10 فصارت 40، في النهاية هي 40 ليلة. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذا الوعد لما وعد الله تبارك وتعالى موسى أن يخرج إليه ويختار مجموعة من بني إسرائيل من الصالحين منهم، واستخلف موسى على قومه أخاه هارون وخرج إلى ميقات ربه سبحانه وتعالى، وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي، أخلفني في قومي أي ابق في قومي خليفة لي
حتى أرجع. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم تبوك لما أراد أن يخرج إلى تبوك ولحق به علي رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبقاه في المدينة على أهل بيته، فقال: تتركني مع النساء والصبية؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني كما خلف هارون موسى لما خرج إلى ميقات ربه لم يكن في ذلك أي عيب على هارون صلوات ربي، وكذلك عندما أبقيك أنا الآن ليس في هذا أي عيب عليك. فرضي علي رضي الله عنه وبقي في المدينة. ولما رجع موسى انتهت مدة الاستخلاف، كذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم انتهت مدة الاستخلاف لعلي رضي الله عنه. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. طيب هارون النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له: أصلح لا تتبع سبيل المفسدين. هل يحتاج هارون إلى مثل هذا الكلام وهو نبي كريم أيضا مع موسى؟ كما أن موسى نبي، هارون أيضا نبي. إنا رسولا ربك. فقالوا: كيف موسى عليه الصلاة والسلام يوصي هارون بهذا وهارون نبي معصوم صلوات ربي وسلامه؟ هذا من التذكير. كما قال الله تبارك: يا أيها النبي اتق الله، وكما قال الله تبارك: فبهداهم اقتده. هذا لا مانع منه أبدا، فهذا من باب التذكير لا من باب التشكيك في حاله، وإنما أراد أن يذكره. قال: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، أي احذر ذلك الأمر. يقول الله تبارك وتعالى: كم بقي؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. بهذا نعلم أن موسى صلوات ربي وسلامه كليم الله، ميزه الله تبارك بأن كلمه جل وعلا، فيقال لموسى كليم الله، أي كلمه الله تبارك وتعالى بدون واسطة، وكلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وقيل على خلاف كلم آدم أيضا بدون واسطة. فالقصد أن موسى كليم الله وكلمه ربه، والكلام صفة لله تبارك وتعالى تليق به، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى. وموسى كليم الله كلمه ربه تبارك وتعالى. يقول: لما جاء موسى لميقاتنا، أي للوقت الذي حددناه له 40 ليلة، وكلمه ربه، سعد موسى. أي سعادة أعظم من أن يسمع كلام الله تبارك؟ وجد في نفسه راحة وطمأنينة وسعادة عظيمة جدا عندما سمع كلام الله تبارك وتعالى. فلما سمع كلام الله قال: ربي أرني أنظر إليك. الآن سمعت كلامك اشتقت إلى رؤيتك، فاشتقت إلى رؤيتك. يقول الله تبارك وتعالى: قال ربي أرني أنظر إليك. وأرني أيضا فيها قراءتان: أرني بكسر الراء وبسكونها، أرني أرني أنظر إليك. قال ربي أرني أنظر، أريد أن أنظر إليك، أريد أن أراك، أريد أن أكحل عيني برؤيتك يا رب، لما سمعت كلامك أحب أن أراك. قال ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، لا يمكن، لن تراني، ولن تأتي للنفي غير المؤبد، نفي مؤقت، كما قال في الكافية: ومن نفى بلن مؤبدا فقوله اردد وغيره عضدا، نفي غير مؤبد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن الكفار: قال ولن يتمنوه أبدا. وفي آية أخرى قال: وقال ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، مو بس تمنوه إلا طالبوا به.
فالقصد أن لن لا تأتي للنفي المؤبد، وإنما تأتي للنفي المؤقت، والمعنى لن تراني أي في هذه الدنيا. ولو كان لا يمكن نهائيا كان يقول لا أرى، لا أرى، لكن قال لن تراني أي في هذه الدنيا. أما رؤية الله في الآخرة فهذه من أعظم، بل هي أعظم على الإطلاق، أعظم أجر يعطيه الله المؤمنين، وهو يوم المزيد، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا يوم المزيد الذي يرون فيها في فيها فيه ربهم تبارك وتعالى. ولذلك نحن نقول في دعائنا اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. فالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يكون في الآخرة، في الدنيا لا يمكن أبدا. ولذا الله تبارك وتعالى قال لموسى أعطيك مثالا، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إن استقر الجبل في مكان سوف تراني. فتجلى للجبل سبحانه وتعالى، أي كشف الحجاب بينه وبين الجبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة تبارك وتعالى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما ينتهي إليه بصره، يعني يحرق كل شيء سبحانه وتعالى. وأجسام بني آدم ضعيفة جدا، والله تبارك وتعالى قال أضرب لك مثالا، هذا الجبل الجلمود الحجر الصخر العظيم سأكشف الحجاب بيني وبينه، إذا استقر مكانه أكشف لك الحجاب، وإن لم يستقر مكانه فأحمد الله على العافية، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل تساوى بالأرض، الجبل مجرد أن كشف الحجاب سبحانه وتعالى بينه وبين الجبل اندك الجبل. هنا عرف موسى أن المنع ليس من باب الحرمان، وإن من باب الرحمة، منعه رحمة لا حرمانا، لأنه لا يستطيع. لكن يوم القيامة الله تبارك يعطي المؤمنين قوة في أبصارهم، في أسماعهم، في أجسادهم، في كل شيء، ينشئك خلقا آخر سبحانه وتعالى. ففي ذلك اليوم يعطيك الله من القوة التي تتمكن بها من رؤية الله تبارك وتعالى، لكن في الدنيا لا يمكن، هذا في الدنيا مستحيل. وإذا قال الله تبارك وتعالى لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ولكن بكسر النون وضمها، ولكن انظر أو ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه بعد كشف الحجاب فسوف تراني أمكنك. فتجلى الله للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وفيها قراءة دكا ودكاء، دكاء والمعنى واحد، سواه بالأرض، تساوى بالأرض، جبل كامل صار بالأرض، تساوى بالأرض، جعله دكا. هنا يقول وخر موسى صعقا، صعق موسى لما رأى الجبل صار هكذا، كيف لو تجلى الله لي ماذا كان سيحدث لي إذا كان هذا الجبل صار دكا؟ فقال تبت إليك. تاب من ماذا؟ أولا أجمع أهل العلم أن موسى لم يفعل معصية في سؤاله أبدا، حتى يقول تبت هو ما تاب من معصية، هذا أول شيء أنه ما تاب من معصية صلوات ربي وسلامه. إذن تاب من ماذا؟ قال أهل العلم تبت من سؤالك مرة ثانية، هذا السؤال تبت أني سألت دون أن أستأذن، تبت خاشعا خاضعا لك يا رب، زيادة خضوع وزيادة خشوع
والإنسان محتاج أن يتوب إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم، وهو لم يفعل شيئا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. لما أفاق هذه الصعقة التي صعقها موسى، وهي الغشي الذي وقع على موسى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة صعق الناس فأكون أول من يفيق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأرى موسى ممسكا بساق العرش فلا أدري أفاق قبلي أم أنه كفي بصعقة الصور، يعني هذه الصعقة صارت كافية عن صعقة يوم القيامة. والعلم عند الله، إذا كان النبي لا يدري فنحن من باب أولى أننا لا ندري. قال فلما أفاق أي من غشيته قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال الطبري وغيره أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا، لأن الله جل حجابه النور. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو وعد الله لموسى في 40 ليلة؟ أين ذهب وما الذي فعله؟ لا، وعده الله تبارك أن ينزل عليه التوراة في هذه 40، وعده الله تبارك أن ينزل عليه التوراة وفيها كلمه الله تبارك وتعالى. هل هناك توبة للذي يشرك بالله؟ نعم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم، كفار قريش أكثرهم تابوا، كفار قريش أكثرهم صاروا صحابة. طبعا كل شيء الله يقبل التوبة من أي شيء، طالما إنسان تاب صادقا فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبته. نعم. إيه نعم، يعني هذا جاء في حديث مسلم، حديث أنس رضي الله عنه من رواية حماد بن سلمة، وهذا مما أنكر على حماد بن سلمة، ولكن الصحيح أنه ثابت، الصحيح أنه ثابت أن ابن عباس رضي الله عنه أشار بخنصره أو بالبنصر، طيب أشار بالبنصر أنه أخرج مقدار البنصر، أخرج كشف مقدار البنصر فاندك الجبل. نعم جاء في هذا الحديث، صحيح إن شاء الله الحديث. لا سامحنا، هو ما غير، يقول لماذا علي بن أبي طالب غير مكان الخلاف من الكوفة من المدينة إلى الكوفة، خربطني حتى. طيب هو ما غير رضي الله عنه، لكن هو احتاج بعد أن بويع بالخلافة رضي الله عنه، لما حصل أن أهل الجمل الزبير وطلحة وعائشة ومن معهم رضي الله عنهم لما خرجوا من مكة إلى البصرة للانتقام من قتلة عثمان رضي الله عنه، خرج علي إلى هناك رضي الله عنه حتى يعني يردهم عن هذا الأمر. ثم لما حصلت معركة الجمل الكبرى تفرغ علي، كان هناك أقرب إلى الشام لأن معاوية رفض أن يبايعه، فاحتاج إلى أن يبقى هناك حتى يقضي مع معاوية أمره، فكانت معركة صفين، فظل في مكانه، لكن هو ما قصد أن يخرج من المدينة لكن الظروف هكذا صارت. إذن يقول أنا شاب التزمت ولله الحمد، ردت من والدي، أردت يمكن أن أتزوج لكنه يرفض أن أتزوج قبل أخي الكبير، أخي يرفض صار له 3 سنوات، ما نصيحتك لنا؟ والله هذا خطأ من الوالدين، يعني أن لا يتزوج إلا الكبير ثم الأصغر، وكذلك البنات ما تزوج صغرى قبل الكبرى، هذا كان غير صحيح أبدا. اللي يجيه رزقه يتوكل على الله، والأبناء يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إذا طلب الابن الزواج وكان قادرا فالأصل أنه يمكن من هذا. أنا ولدي تزوج الصغير قبل الكبير ما يضر، ما في بأس إن شاء الله تعالى يتزوج الأصغر قبل الأكبر، لكن الشاهد من هذا أن الأب عليه أن يتقي الله في أولاده، طالما أن الابن طلب الزواج وهو مستطيع من ناحية مادية ومن ناحية نفسية وأخلاقية، ويعني قدرة عنده قدرة أن يتزوج يعني شخصيته وكذا، الأصل أنه يتزوج. وكذلك البنت إذا جاءها نصيبها لا تؤجل، لا يقال لها حتى تتزوج الكبرى، إنما يزوجها متى ما جاء نصيبها.
الله أعلم. وعليك أن تصبر، أو خل أخوك اللي مراد يتزوج هذا يتزوج، انصحه انصحه بالزواج كأنك صاج يعني تبي له الخير، زين؟ أو أنك تقول له هو يصرح لوالده يزوج أخوي قبلي. زوجي كل يوم تقريبا يقول لي أنا طلقتك ويضحك، نحن بالغربة ماذا أفعل؟ هل أنا طالق أم يجب أن يقول لي طالق مباشرة؟ طلقتك، إذا كان بهذا طلقتك فهذا طلاق، سأطلقك هذا لا يقع، لم يقع، يهدد بالطلاق، لكن طلقتك هذا واقع طلاق. وإذا كان على كلامك كل يوم يقول أنت طلقتك، أنت طالق من زمان ولا يحل له أن تغطين عنه، خلاص ولا يأتيك ولا شيء، وعسى الله يرزق، هذا زوج غير صالح أبدا. الذي يتعامل مع زوجتي بهذه الطريقة زوج غير صالح. لذلك أنت الآن إذا كان كما قلت فأنت طالق منه من زمان، لا تمكنيه من نفسك وتتحجبين عنه، وانظري في أحوالك كيف تعيشين، الله أعلم. أي في كلام الله تبارك، يسأل عن كلام الله تبارك وتعالى أن رجلا قيل عمرو بن عبيد وغير غيره، العلم عند الله تبارك وتعالى، لكن أستبعد أنه عمرو بن عبيد، أنه جاء رجل من الجهمية إلى أبي عمرو بن العلاء القارئ معروف، فقال له هل تجد في قول الله تبارك وتعالى منهم من كلم الله، هي منهم من كلم الله، فالله هو المتكلم، قال هل تجد لها قراءة منهم من كلم الله، حيث يصير النبي هو الذي كلم الله وليس الله هو الذي تكلم، لأنهم ينفون الكلام عن الله تبارك وتعالى. فقال له أبو عمرو هب أني صنعت ذلك، قال لا أجد أول شيء، ما في قراءة، ما في قراءة منهم من كلم الله، لكن هب أني وجدت، ماذا تفعل بقوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، صريح جدا. قال وددت لو مسحتها من المصحف، لأن هؤلاء مصيبتهم أنهم يعتقدون ثم يستدلون، هو اعتقد أن الله ما يتكلم، الآن أي آية أي حديث تخالف عقيدته يعني لازم يعني يا يأول يا ينفي، وهذه لما كان ما فيها تأويل كلمه ربه، مهما شكلتها واضحة جدا. فقال وددت لو مسحتها من المصحف، والله المستعان. نعم ما جزاؤه؟ نعم، يقول قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ما هو الجزاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تضيء له ما بين السماء والأرض، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له ما بين السماء والأرض، يعني خير عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. يقول أحيانا لا أستطيع أن أقول تكبيرة الإحرام الله أكبر بشكل المضبوط، هل علي أن أعيد تكبيرة الإحرام؟ لا، الأصل أنك تقولها، أيش المشكلة في الله أكبر حتى ما تقولها بشكل مضبوط؟ الله أكبر مضبوطة، ما فيها مشكلة أبدا، ما تحتاج يعني ما فيها تكلف، لكن هذا من تلبيس الشيطان على الإنسان، أن يقول له لا ما قلتها صح عيدها مرة ثانية. الله أكبر، لا ما في داعي، الله أكبر، فهذا الشكل مضبوط الحمد لله، فالإنسان لا يبالغ في هذا ولا يوسوس له الشيطان، الله أكبر تكفي الحمد لله. كنت أصلي إماما في صلاة العشاء وكنت على وضوء من صلاة المغرب، وبعد انتهاء صلاة فراغ الناس من المسجد تذكرت بأني نقضت وضوئي فأعدت صلاة بمفردي، فما كفارة الناس المأمومين؟ ليس عليهم شيء، هم صلاتهم صحيحة وأنت صلاتك باطلة لأنك صليت بغير وضوء، تعيد أنت صلاتك فقط، أما هم فصلاتهم صحيحة، هم غير مرتبطين بصلاتك، غير مرتبطين بصلاتك، صلاتك صحيحة وصلاتهم صحيحة. تقول أنا طالبة في الجامعة، هل يجب علي أن أصلي على في ثوب الصلاة أم فقط في ملابسي تكون فضفاضة يعني بدلة؟ المهم أن تستر جميع بدنها، الصلاة أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، فإذا صلت وهي ساترة جميع بدنها ليس بالضرورة إلا ثوب الصلاة، أي شيء يستر جميع بدنها ولا يكون ضيقا ولا محددا للعورة وغير ذلك. أول شيء طلع حليب، خرج حليب،
مشبع فاهم مشبع ما تدري الرضاع متى يؤثر؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. على مذهب أحمد أن الرضاع المؤثر هو الذي ثاب عن حمل، الحليب الذي ثاب عن حمل، لابد تكون حامل ثم ولدت ويكون فيها حليب عن طريق الحمل، هذا الحليب المؤثر على مذهب أحمد. هناك آخرون من أهل العلم يقول أي حليب طالما أنه خرج من صدرها، سواء أخذت يعني حبوباً أو هرمونات أو ما أخذت شيئاً وإنما در صدرها بدون ذلك، فبعض أهل العلم يرى أنه حليب محرم، أنه حليب محرم طالما أنه خرج من صدرها ودخل في معدة هذا الرضيع، لعموم قول الله تبارك وتعالى وأخواتكم من الرضاعة، لم يحدد أن الرضاعة أنه لابد تكون ثابعة عن حمل أو لا، لكن هذا الأصل في الحليب عند المرأة لا يخرج إلا من حمل، لكن قد يخرج أحيانا من غير حمل. المهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فتق الأمعاء وأنشز اللحم، يعني يكون هذا الحليب يعني كثيرا بحيث أنه يكون مؤثرا ويكون في خلال السنتين قبل الفطام، أما إذا كان الرضاع بعد الفطام فإنه لا يؤثر، لابد أن يكون قبل الفطام ويكون ثابعا عن حمل أو لا، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. والمسألة الثانية أن يكون مشبعاً. نعم. يقول الشخص يصلي فقط العصر والعشاء ولا يصلي الفجر ولا الظهر ولا المغرب، هكذا لا يجوز طبعاً، هذه كبيرة من الكبائر، لا يجوز الإنسان الأصل أن يصلي الفروض الخمسة كلها، لا يجوز أن يترك فرضاً من هذه الفروض الخمسة، يجب عليه أن يصليها جميعاً. أحيان في الصلاة يصلي بجانب من يرفع صوته في التسبيح في الركوع وكذلك في السجود، فهل هذا جائز وهل له ضابط خاصة أنه يشوش على من بجانبه؟ لا، ليس له الحق في هذا، ليس له الحق. الإنسان إذا صلى مأموما لا يرفع صوته، يسمع نفسه فقط، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، قراءة الفاتحة، كل هذه الأشياء يسمع نفسه، يحرك شفايفه ويسمع نفسه فقط، ولا يجوز أن يشوش على الآخرين. الذي يرفع صوته الإمام فقط يعني في القراءة الجهرية، وأحياناً في التسبيح في الركوع أو في السجود أو في الصلاة السرية ليعلم الناس، كما كان عمر رضي الله عنه أحياناً يجهر بدعاء الاستفتاح وهو إمام حتى يتعلم الناس دعاء الاستفتاح، وكان بعض الأئمة من السلف يرفع صوته بالتسبيح حتى يعلم الذين خلفه أن أنا الآن أقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، أو يرفع صوته بالتشهد لأن الذي بجانب مثلا لا يعرف التشهد، واحد دخل في الإسلام حديثا فترفع صوتك لتعلمه، هذا لا بأس به، أما بدون سبب فالأصل لا، الأصل أن المأموم يسر بالفاتحة ويسر بالسورة التي بعد الفاتحة ويسر بالتسبيح والتشهد وغير ذلك. هل يجوز الوضوء وأنا ألبس الخاتم بأصبعي؟ إن شاء الله يجوز، يصح الوضوء مع وجود الخاتم إن شاء الله تعالى، وإن حركته أفضل، لكن لا بأس إن شاء الله. وصل. هل يجوز للزوج منع زوجته من الكلام والتواصل مع أمها وأبيها، وأن البر بعد الزواج ينتقل للزوج؟ لا، ليس له ذلك، لا يجوز له ذلك، لا يجوز للزوج أن يمنع الزوجة أن تكلم أمها وأباها، لا يجوز هذا الأمر. هو يرضى أن يمنعه أحد من كلام أمه وأبيه؟ ما يجوز، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا من العقوق، لكن يمنعها من الخروج، نعم يمنعها من الإكثار، نعم، لكن يمنعها تقول لا تكلمي أباك لا تكلمي أمك، هذا عقوق، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يطاع الزوج في هذا، وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. ويتصوره باتر بنت تتزوج وزوجها يقول لها لا تكلمين أبوك ولا تزورين ولا تردين عليه، هل يقبل هو هذا؟ هذا من التسلط، هذا لا يجوز، لا يجوز للزوج أن يتسلط. كذلك الأب أحيانا يتسلط الأب على أولاده، هو عندنا مشكلة مع أخيه يقول لا تكلمون عمكم ولا تزوروا عمكم لا تكلمون خالكم،
أو الأم تجبر أولادها لا تكلموا زوجي يعني الذي طلقها مطلقي، لا تكلموا أباكم، أو الأب يقول لا تكلموا، هذا لا يجوز، لا يجوز ولا يطاع. هؤلاء كلهم الذين يمنعون من البر، يمنعون من الصلة، لا يطاعون في هذا. لكن الإنسان يعني يراعي أنه يفعل هذا دون علمهم، لكن رسالة مني لهم لا يجوز لكم ذلك، أن تجبروا الناس على معصية الله تبارك وتعالى، والله المستعان. إيه 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 صحيحة. يقول قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع ملك الموت لما فقع عينه، يقول هي صحيحة إن شاء الله تعالى، بس لو تصبر شوي لما نوصل لها إن شاء الله تعالى نتكلم عنها، إيش رأيك؟ بس صحيحة. بعد لا كم عمرك؟ لا 11 سنة ونازل. كم عمرك؟ لا لا 11 سنة. يلا إيه شلون يقول؟ التيمم بدون حاجة؟ نعم. التيمم الأصل فيه قول الله تبارك فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالتيمم يكون عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، هنا ننطلق إلى التيمم. الأصل لا يتيمم إلا عند عدم وجود الماء. طيب هذا يقول هل فرقة العرضة التي تكون في الأعراس جائز الاستماع لها، خاصة قد يصاحبها دفن أو طار وأحيانا طبل، وهل يعتبر المال المدفوع لها جائز أم أنه وضع للمال في غير محله، وهل هو من التبذير؟ نعم لا تجوز العرضة إذا كان معها طبول، وهذا لا تجوز. لا إذا كانت بس فقط الدف فهذه مسألة خلافية، هل الدف جائز للنساء فقط أم أنه للرجال والنساء في الأعراس، أو للنساء فقط؟ الذي أميل إليه أنه للرجال والنساء في الأعراس، يجوز للرجال ويجوز للنساء، لكن الدف. أما الطبل وهذا لا، الطار الدف ما في بأس إن شاء الله تعالى، هذا يجوز استعمال، أما الطبل لا، لا يجوز. طيب يقول منذ أن كان عمري 12 سنة وأنا أمارس العادة السرية، وكنت أمارسها ولم أعلم عنها لمدة 2 سنة و6 أشهر، وأنا الآن صار لي 3 سنوات أحاول أتركها ولا أستطيع، فلماذا الله ابتلاني؟ مش حق تدخلها، أنت اللي سويتها، الله شيك سبحانه وتعالى، تتهم الله تعالى، أنت اللي اخترت هذا الطريق، فقضية تجعل الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي جرك إلى الله، ما يأمر بالمعصية سبحانه وتعالى، الله لا يأمر إلا بالطاعة، الله لا يأمر إلا بالخير سبحانه وتعالى، لكن الله تركك وما تشاء، فمن شاء فاليوم من شاء فليكفر، أنت اخترت هذا الطريق، بس هذا ليس كفرا يعني، أبعد واحد يفهمها غلط، أنت اخترت هذا الطريق، ونفسي وما سواه فألهمها فجورها وتقوى، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. فالله تبارك وضح لك الطرق وبين لك هذا حلال وهذا، كونك أنت كنت جاهلا لم تتعلم بسبب تقصير والديك لم يعلمك، أو المدرسة لم تعلمك، أو أخوك الكبير لم يعلمك، أو أنت لم تتعلم ولم تحرص، لا تتهم الله تبارك وتعالى بأنه هو المذنب سبحانه وتعالى في هذا الأمر والعياذ بالله، لا أنت المذنب أنت المقصر، ولكن اسأل الله أن يتوب عليك، وحاول واجتهد على نفسك أنك يعني تترك هذه العادة. والله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إذا كان الإنسان صادقا مع الله تبارك وتعالى وقصد التوبة فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه. يقول لي عمة قريبة تتعامل بالسحر وتؤذينا، ابتعدت عنها خاصة وأنها متمرسة فيه، فهل نأثم بقطع صلة الرحم؟ أنا أتصور هنا قطع الرحم واجب، يعني هذه يجب قطع رحمها، هذه يجب قطع رحمها ولا تزار، إذا كان كما يقول أنها متمرسة في السحر وتمارسه والعياذ بالله، وكهذه ابتعدوا عنها وادعوا لها بالهداية أن الله يهديها ويبعدها عن هذا الأمر. هذا الصلة التي لها الدعاء، الصلة التي لها الدعاء لها أن الله يهديها وأن يكف شرها،
هذه هي الصلة بالنسبة لها، لكن لا تزار ولا تستقبل أبدا في البيت، والله المستعان. يقول: طفل عمره 3 سنوات يسب الله، ماذا نفعل معه؟ يعني عندما نقول هذا الكلام، طفل 3 سنوات، هذا الطفل الذي عمره 3 سنوات في العادة يكون ما خرج من البيت، يعني بالكثير بالكثير ذهب إلى حضانة، ومستحيل الحضانة يعلمونه أن يسب الله، خاصة نتكلم احنا في الكويت، يعني غالبا ما تعلم إلا في البيت، يعني سمعه من والدي أو سمعه بالتلفزيون أو كذا، يعني منين جاب هذا الكلام؟ فهذا هنا دور الوالدين، على الوالدين أن يعلماه، هو لا يعاقب على هذا الأمر، لأن شروط التكفير أن يكون بالغا، هذا غير بالغ بل ولا مميز أصلا، هنا يجب على والديه أن ينهرانه عن هذا، يمنعانه مثلا من الطلعة، يمنعانه من شراء الأشياء، يمنعانه من الهدايا، يمنعانه هذا إذا كان يقوم بهذا الفعل. وانظروا من أين تعلم هذا الأمر والأسباب التي أدت إلى تعلمه، تبعدون عنها. ممكن واحد يقول: والله مو منا، احنا ساكن عند أبوي وأبوي كذا. لا، اطلع من أبوك، لا تسكن عند والدك إذا كان والدك بهذه الطريقة. فالقصد أن الابن هذا لابد أن يربى تربية صحيحة، وممكن أن تستعين بعد الله تبارك وتعالى في هناك أخصائيون يعني متمرسون في قضايا الأطفال وعلاج الأطفال وكذا، تذهب إليه يعلمك كيف يعني تخرج هذا الطفل من هذه الأزمة التي هو فيها، تذهب إليه يعلمك. إن شاء الله في بعض الناس ما شاء الله يعني عندهم تخصص، ما بيسوي يعني دعايات لبعض الأطباء وكذا، لكن لا شك يوجد هناك أطباء متميزون في علاج مثل هذه الأمور، والله المستعان. يقول: كيف أفرق بين الحلم والرؤية؟ بعض أهل العلم ذكر أن الفرق بينهما أن الرؤية تذكر كلها، بينما الحلم ما يذكر. الرؤية تكون أشياء واقعية، الحلم تكون أشياء خرافات، يعني ما هي واقعية. الرؤية عادة تقع، الحلم لا يقع. يعني هذه تقريبا أهم الفروقات اللي ذكروها بين الحلم والرؤية. يقول: أنا مدرس بمعهد للمعاقين، وعادة ما يكون معي طالب معاق إعاقة عقلية بسيطة، وأنا أخذه معي للمسجد صلاة العصر أو المغرب والعشاء، فهل يجوز؟ خاصة أنه مزعج في بعض الأحيان. لا، ما يؤخذ هذا إلى المسجد إلا إذا كان يعني يتلقى يتعلم، يعني تقول له لا ترفع صوتك، لا تفعل كذا، لا تفعل، يستجيب. أما إذا كان دائما يزعج الناس فهو ليس عليه صلاة أصلا، فلا تفسد صلاة الناس لأجل أنك تأخذ هذا المعاق معك. حتى أنت لو تقول: والله وين أوديه؟ صل أنت معه في البيت، لكن لا تأخذه للمسجد يفسد صلاة الناس. لكن إذا كان يعني يمكن السيطرة عليه ولا يزعج الناس فما في مانع، بالعكس يشهد الخير ودعاء المسلمين ويصلي معهم، طيب جدا. أما إذا كان مزعجا يعني في المسجد، لا يؤخذ إلى المسجد، والله المستعان. تقول: ابنتي كبيرة في السن، تعامل الخدم بسوء الظن وقاسية معهم، لا أدري ماذا أفعل معها. يعني ذكريها بأن هؤلاء الخدم إنما اضطرهم إلى خدمتك الفقر، ولو كانوا أغنياء ما خدموك. وتصوري أنت لو كنت مكانهم، وهذا ليس على الله بعزيز، ما بين غمضة عين والتفاتتها يغير الله من حال إلى حال. كان أهل نجد في السابق كانوا يأخذون الزكاة، وكانوا يخرجون يعملون خارج بلادهم عمالا وخدما ترزقون الله سبحانه وتعالى. الآن فتح الله عليهم في فلسطين، كان العالم يعني الغنى كله عندهم، وفي العراق انظروا الحين حال العراق، كيف كانت العراق في السابق، الكل يتمنى العراق. حتى إني أذكر أحدهم حدثني يقول: كنت أنا وأبي وصديق أبي 3، يقول ذهبنا إلى العراق لزيارة صديق لهما، لأبي وصديقه، صديق ثالث لهما، يقول فلما زرناه يقول ذبح لنا 3 ذبائح،
ذبيحة لأبي وذبيحة لصديقه وذبيحة لي. يقول أنا ذاك الوقت صغير يعني 7 سنوات يمكن أو 8 سنوات. يقول فوالدي أو صديقه قال له يا فلان اتق الله، ما يجوز هذا، ما هذا التبذير؟ يعني 3 ذبائح احنا ذبيحة واحدة ما ناكلها، والولد ذابح له ذبيحة، على شنو؟ ما يجوز هذا تبذير. قال الخير كثير. قال النعمة زوالة، النعمة زوالة. قال كيف تزول؟ هذه الغنم تولد وهذا النهر وهذا الزرع، كيف تزول النعمة؟ ما تزول. يقول هذا النعمة ما تزول. هذا الذي يحدث يقول أنا الآن أدفع له الزكاة، أنا أعطيه الزكاة أموالي، فقير حده يقول أنا أعطيه الزكاة. يقول فهذه البنت تحمد الله أن في أحد يخدمها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خدمكم خولكم، ألبسوهم ما تلبسون وأطعموهم ما تطعمون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. أبو ذر كان إذا اشترى شيئا يشتري لخادمه مثله، هكذا معاملة الخدم. لا يجوز الذي يحدث الآن، هذا من الكبر والعياذ بالله. واحد يحمد الله تبارك وتعالى أن يسر الله له من المال بحيث جعل الناس يخدمونه، فإذا صار يهينهم ويحتقرهم ما يدرك على الله تعالى يغير الأمور ثم تصير أنت تخدمهم، وليس هذا على الله بعزيز. وقد وقع. المشكلة بعض الناس يقول لا يمكن، لا يمكن أن يقع، يمكن أن يقع. يعني في بلادنا لما جاء الاحتلال العراقي ماذا حدث للناس؟ لكن الله يسر سبحانه وتعالى، لله الحمد والمنة، وحفظ وجوه الناس، وإلا كانوا سيعملون كما يعمل غيرهم الآن لو ما رجعت البلاد. قال الآن نص 3/4 الكويت خدم عند الناس. فنتقي الله تبارك وتعالى، نشكر هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.